السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم محمد أشرف وفيديو تحليل السوق السعودي والمقدم من أكاديمية تاس، واللي بنكون موجودين معاكم بشكل أسبوعي بنحلل سوق الأسهم السعودي واللي بنتكلم فيه عن المؤشر العام والحركة المتوقعة خلال التداولات القادمة للأسبوع الحالي. ولو في أي استفسار بخصوص الأسهم تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات، وكمان تقدروا تتابعونا بشكل مستمر على قناة التليجرام من خلال اللينك اللي موجود في الوصف الخاص بالفيديو. مؤشر تاسي أنا تداولات الأسبوع الماضي على تراجعات 2%، وده كان بسبب انتظار نتيجة اجتماع الفدرالي لأبقى على معدلات الفايدة كما هي، ولكن أشار إلى احتمالية بقاء الفايدة مرتفعة لفترة أبعد من مارس. وتعالوا نشوف إيه هي الأسباب الفنية اللي هتأكد لنا رجوع المؤشر في الاتجاه الصاعد، وهل انتهى من موجة التصحيح؟ ويلا بينا نشوف أهم الفرص والتحديثات للأسبوع الحالي. وهنبدأ كالعادة طبعا بالمؤشر العام، وزي ما احنا شفنا الهبوط اللي كان حصل الأسبوع اللي فات، ولكن تماسك يوم الخميس وأغلق فوق مستوى الدعم 11825 نقطة. وزي ما شفنا المؤشر كان حقق عندي نموذج او كون عندي نموذج الدبل توب او قمتين متتاليتين، وحصل الهبوط لكن تماسك اعلى مستويات الدعم عند مستويات ال 11825 واعلى خط الموفينج افريج لفتره ال 50 يوم. وده طبعا كان مدفوع بانتظار نتائج اجتماع الفدرالي خلال الاسبوع الماضي واللي كان مثبت فيها اسعار الفايده، لكن اشار ان هو احتمال يستمر في رفع او يستمر في مستويات الفايده المرتفعه لفتره اطول من مارس، واللي كانت طبعا بتتوقعه الاسواق وكانت بتسعره خلال الفتره الماضيه. لكن الشيء اللي هيزيد سلبيه بالنسبه للسوق خلال الفتره الجايه ان نتائج سوق العمل بالنسبه للفدرالي كانت جايه قويه جدا عكس التوقعات، وده اللي هيدعم الفدرالي ان هو يستمر في استمرار محاربه التضخم وان يخلي الفايده مرتفعه لفتره مطوله. وده طبعا هياثر على الاسواق الاسهم خاصه خلال الفتره اللي جايه. لكن الحقيقه النتائج او السوق لسه مازال قوي وهيعتمد بشكل كبير جدا على نتائج الشركات خلال الفتره اللي جايه. من المهم جدا طبعا ان احنا نشوف ارتفاعات واختراق مستويات القمه اللي كانت حوالين ال 12300 نقطه، علشان نشوف مزيد من الصعود حوالين مستويات ال 12515 الى مستويات ال 12710. اما في حاله الهبوط تاني مره اخرى ممكن ان احنا نعيد مستويات الدعم عند 11590 الى مستويات ال 11357 نقطه. وهيكون معانا بعد كده سهم ارامكو، والحقيقه زي ما احنا شفنا سهم ارامكو خلال الفتره اللي فاتت كان بيحصل عليه تصريف قوي جدا، وكان كسر مستوى دعم عند مستوى ال 21 ريال و50 هلله. طبعا زي ما احنا شفنا كان حصل تقاطع لخطوط الموفينج افريج لفتره ال 50 و 200 يوم، وكان بيتحرك في اتجاه هابط من عند القمه اللي كان كونها او كان عند المستوى المقاومه اللي كان حوالين مستويات ال 35 ريال و15 هلله. ممكن نشوف اعاده اختبار مستوى الدعم عند مستويات 30 ريال و10 هلله، واللي هتمثل عندنا مستويات شراء كويسه جدا على المدى المتوسط والمدى الطويل. لكن طبعا هنشوف خلال الفتره الجايه السهم هيتحرك ازاي وايه هي العوامل اللي هتاثر على السهم، خصوصا بعد الطروحات اللي تمت جديده من شركه ارامكو. نيجي بعد كده لسهم بترو رابغ، وسهم بترو رابغ الحقيقه كان بيتحرك بنفس الحركه اللي كان بيتحرك بيها سهم ارامكو، وكان اخترق مستويات دعم او كسر مستويات دعم كويسه جدا عند مستوى ال 10 ريال ثم مستويات ال 9 ريال 27 هلله، لكنه الحقيقه دلوقتي متماسك اعلى مستويات ال 9 ريال، ودي هتكون اشاره كويسه ان السهم يعيد مره اخرى الارتفاع اعلى مستويات المقاومة او الدعم اللي اتحولت لمقاومة عند مستويات 9 ريال 27 هللة. هنشوف خلال الفترة الجاية ايه اللي هيتم، لكن لسه مازال الحركة او اللي بيقدمه السهم حركة سلبية جدا. هيكون بعد كده معانا سهم بنك الرقحي، وسهم بنك الرقحي الحقيقة كان بيتحرك عندنا في اتجاه صاعد، لكن حصل تصريف خلال الفترة اللي فاتت وكان كسر مستوى الدعم اللي عند مستويات 90، ورجع تاني الى منطقة او ما بين مستويات الدعم عند ال 84 ريال الى ال 82 ريال و40 هللة. لكن الحقيقة الشيء كويس ان هو تماسك اعلى مستوى او اعلى خط الموفينج افريج لفترة ال 50 يوم، والحقيقة اللي احنا ممكن نشوف اعادة اختبار مستويات المقاومة اللي هتكون حوالين مستويات ال 90 ريال، وقتها احتمال ان هو يكون نموذج الراس والكتفين، وبعد كده هننتظر مرة أخرى مزيد من الهبوط إذا قدم أي إشارة سلبية خلال الفترة الجاية. والحقيقة زي ما احنا شايفين مع بعض الصعود اللي كان حصل على السهم في آخر
في نهاية جلسة التداول بتاعت يوم الخميس وجلسة التداول بتاعت يوم الأحد اللي احنا فيها دلوقتي، كان في تراجع على معدلات الفوليوم اللي موجودة عندنا، ودي طبعا إشارة سلبية ممكن تؤدي إلى مزيد من الهبوط بعد كسر مستويات الدعم عند مستويات ال 82 ريال 40 هلل. نيجي بعد كده لسهم البنك الأهلي، وسهم البنك الأهلي الحقيقة زي ما احنا شفنا مع بعض كان بيتحرك في اتجاه صاعد، لكن ارتد من مستويات المقاومة عند 44 ريال و35 هللة وكون لي نموذج مثلث متماثل وتم كسره للأسفل، وكان كسر عندنا مستويات برضو دعم عند مستوى 41 ريال. هننتظر إعادة اختبار مستويات الدعم حوالين 39 ريال و5 هللة إلى مستويات 38 ريال 25 هللة. بعد كده هيكون معانا سهم دار المعدات بكود 4014، والسهم الحقيقة كان بيعيد اختبار مستويات المقاومة عند مستوى 49 ريال 75 هللة، وأعلى مستوى أو أعلى خطوط الموفينج افريج لفترة الـ200 يوم والـ50 يوم. والحقيقة زي ما احنا شفنا هو اتجاه كان اتجاه ضعيف طبعا بالنسبة للصعود. هننتظر طبعا التماسك أعلى مستويات الـ50 ريال للمشاركة علشان نستهدف مستويات الـ55 ريال و80 هللة إلى مستويات الـ60 ريال. بعد كده هيكون معانا سهم جبل عمر بكود 4250، والسهم الحقيقة زي ما احنا شايفين مع بعض بيقدم سلبية بعد ما كون قمم أقل آسف، وكان بيتحرك في اتجاه هابط بعد ما ارتد من مستوى المقاومة 24 ريال 66 هللة، وكان اخترق أو كان كسر برضو مستوى دعم عند مستويات 23 ريال 36 هللة. الحقيقة السهم بيقدم إشارات أو بيقدم إشارة سلبية جدا لإعادة اختبار مستويات الدعم حوالين 19 ريال 46 هللة. هنشوف خلال التداولات الجاية ايه اللي هيتم على السهم، لكن ننتظر طبعا إذا تم اختراق مستوى أو تماسك أعلى مستوى المقاومة اللي تم كسرها أو الدعم اللي تم كسره وتحولت طبعا لمقاومة عند مستويات 23 ريال و36 هللة. لو تماسك أعلاه فمن المحتمل طبعا إن احنا نرجع نعيد زيارة مرة أخرى مستويات المقاومة 24 ريال 66 هللة. هننتظر طبعا تماسك أعلاها لاستهداف مستويات 28 ريال 45 هللة، لكن لازم نأكد إن هو ما لا يمكن المشاركة من دلوقتي إلا باختراق مستوى ال 24 ريال 66 هللة. بعد كده هيكون معانا سهم الدوائية بكود 2070، والسهم الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت كان بيتحرك تحت مستويات المقاومة عند مستويات 39 ريال 25 هللة، ما قدرش ان هو ارتفع على مستويات 40 ريال ورجع تاني عاود الهبوط، والحقيقة رجع تحت مستوى او تحت خطوط الموفينج افريج لفترة الـ50 والـ200 يوم، ودي طبعا اشارة سلبية جدا. لا، هننتظر إعادة اختبار مستوى الدعم عند 31 ريال و40 هللة علشان يكون في مشاركة خلال الفترة اللي جاية. وبكده نكون انتهينا من فيديو التحليل الأسبوعي، أتمنى يكون أسبوع موفق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.